انما اخطات في حق نفسي مش اخطات في حق نفسي، يمكن اعتذاراتي مره غلطت في اعتذار. اللي هو ايه بقى؟ مره وحيده مره وحيده في حياتي غلطت في اعتذار عن عمل فني، انما غير كده لم اندم اطلاقا على اي حاجه. اقول لك ايه العمل ولا انت تقول؟ لا قولي لي. لا قول انت. لا قولي انت. بابا عبده مع الاستاذ محمد فاضل. بابا عبده مع الاستاذ محمد فاضل بالظبط. يعني الحقيقه اكتشفت بعديها ان الاستاذ فاضل كان على حق، وان انا طب ساعتها انت اعتذرت ليه عن المسلسل ده بالتحديد؟ اقول لك، مع ان كان وقتها برضو كمان الاستاذ محمد فاضل يعني هو ليه قمه القمه ولازال طبعا يعني طبعا. انا بصراحه شديده يعني ايام ما تعرض عليا بابا عبده انا كان رصيدي من المسلسلات يمكن مسلسلين ثلاثه كويس، وكنت بقدم ادوار يعني فيها الطيبه والرومانسيه الدور لما بعتوه للاستاذ فاضل كان دور مكروه شويه ضد الاب قوي ومكروه شويه، فقلقت من الشخصيه وقلت لا بلاش في البدايات ان اعمل دور فيه شر وخبره، ما كانش فيه خبره كان الواحد يعني ما فيش اي خبره خالص وما فيش بقى جهاز بيحركك يعني بره بره ايه جوه جوه دلوقتي كل واحد جديد طالع معاه مدير اعمال بيحركه يعني في جهاز بيقول لك لا ده ممكن تشتغلي كذا كذا فكان عدم الخبره ما فيش خبره دي من ناحيه، من ناحيه تانية وهتتحكي لما اقولها لك انا اتبعت لي ايامها شوفي بقى يعني كان خبره ويمكن غباء فني مني اتبعت لي ثلاث اربع حلقات فقط من المسلسل كويس، فقريت الثلاث اربع حلقات فلقيته شيء بشع جدا ضد الاب فما حبيتش يعني خجلت ان انا اقول للاستاذ محمد فاضل استنى لما اقرا بقيه الحلقات لا يقول عليا يقول لك الله ده لسه طالع من البيضه وفاهم نفسه حاجه وهستنى برضه حساسيه شديده في شخصيتك بالظبط فاثرت ان انا اعتذر رغم انه اداني فرصه يعني ان انا افكر فاثرت ان انا اعتذر من الغباء الفني اللي كان موجود، انما يمكن بعد السنين دي كلها انا بعت له اعتذار قلت له انا ما اشتغلتش تاني معاه؟ ما اشتغلتش لا انا لغايه النهارده ما اشتغلتش معاه مع انه بيحبك جدا جدا وانا انا بحب جدا الاستاذ فاضل وبحترمه جدا وقامة فنية يعني يسعدني ويشرفني في أي وقت من الأوقات إن أنا أكون في أي عمل ليه. طب أنا هوريك حاجة على الشاشة الأستاذ محمد فاضل الحقيقة تفضل مشكورا وجي لغاية عندنا هنا عشان يسجل لك كلمة في برنامج ساعة صفا هو ومدام فردوس عبد الحميد نشوف صحيح؟ والله تشوف الأستاذ محمد فاضل على الشاشة تفضل مخرجنا. مساء الخير. أعتقد أنه يمكن اللي أنا هقوله دلوقتي خالد مش هينساه طول عمره أو منسوهوش طول عمره، وخصوصا أنه مسلسل بابا عبده أعيد قريبا على أكثر من محطة مصرية وفضائية. يمكن طبعا أول ما ابتديت من أول القاهرة والناس اللي هو أول مسلسل أخرجته كنت دايما حريص على أن يبقى فيه وجوه جديدة في كل عمل، وكنا اما جينا نعمل ابناء الاعزاء شكرا الشهير ببابا عبده ففعلا عرضت على خالد في الوقت ده بقى كان هو يعني ولازال شاب حليوه وجان بمعنى كلمه جان، عرضت عليه دور اللي هو دكتور ماجد ده، فبعد ما اقتنع شويه بتاع يبدو انه حد قال له لا ازاي الدور فيه حبه شر وانت بتعمل ادوار الفتى الاول اللطيف ده فده ممكن ياثر عليك، فجي واعتذر فقلت له خلاص انا يعني مهم قوي ان يبقى الفنان مقتنع بالدور اللي بيعمله، ويعني كانت فرصه للفنان فاروق شاوي انه يعمل اول دور رئيسي في مسلسل. الحمد لله المسلسل حقق نجاح كبير قوي. طبعا خالد بعد كده الجميل فيه ان جه واعترف
وقال لي انا يظهر ما حسبتهاش كويس. لكن الحمد لله يعني هو قدر يعمل لنفسه مساحة خاصة، وده مهم قوي انه الممثل بالتحديد لازم يعمل لنفسه مساحة خاصة، يعني ما يبقاش شبه حد تاني. فهي دي كانت ميزة موجودة في خالد من ساعة ما ابتدى، وانا اعتقد ايضا حاليا بعد النضج الكبير اللي هو وصل له، اعتقد ده اعطاله مساحة خاصة اكتر، وده هام قوي، اللي هو مش عايز اقول ادوار الجراندات، لا ادوار اللي هو الشخصية الناضجة. فالنضج اللي حصل له الى جانب هو يبدو انه عنده نضج خاص بيه، خاص بإدارة الحياة نفسها، فده انعكس على تنوع أدواره في الفترة الأخيرة، وده مهم جدا. يعني أنا رأيي بالنسبة للممثل بالتحديد وبالنسبة للفنان عموما، إن كل ما كان عنده تطور فيبقى أكثر، والناس تفضل متفاعلة معاه على طول. الحمد لله خالد من الناس القليلين اللي عندهم الحكاية دي، حتة ان هم يطوروا نفسهم وكل وقت زي ما يقولوا له متعته الفنية وله أدواره. ويا رب نلتقي قريبا في عمل يكون كده، يعني أنا متأكد انه خالد عنده طاقات لسه مش كلها ما استهلكتش كلها أو ما استعملتش كلها. مش عارف هو السؤال ده مش موجه لك، لكن هو انا بطرحه من اجل انه انت كمان تقول لي رايك في ايه. انا حاسس انه صناعه السينما في مصر، كلمه السينما الشبابيه دي والحاجات دي في العالم كله، صناعه السينما بيبقى الفيلم الواحد بيلاقي فيه كل الاجيال موجوده، وحاليا في فترة النضج اللي وصل لها عدد مش عايز اقول كبير، لا وعدد محدود من فنانينا خصوصا في التمثيل، احنا محتاجين انه بقى الفيلم السينمائي المصري يجمع بين مختلف الاجيال. فانا مش عارف يعني مش ده، والحمد لله انت يعني برضو حاليا في السينما، لكن في بعض أدوار قدرت رغم أن مساحتها ممكن ما تبقاش كبيرة. طب ليه يعني ليه صناعة السينما في مصر ما تستفدش من طاقات الفنانين اللي هم حققوا نضج فني دلوقت؟ ده مفاجأة يعني. هقول إيه رأيك بقى؟ يعني أنا طبعا سعدت جدا بكلام الأستاذ فاضل، وأتمنى يعني من ربنا سبحانه وتعالى أني أكون في عمل قادم لي، لأنه شرف لي إن شاء الله. أتمنى يعني إن شاء الله. ومرة تانية طبعا هو يعني أنا اعتذرت له على فكرة قبل كده على بابا عبدو على الهوى. مش اعتذرت له بيني وبينه، لا على الهوى. على الهوى طبعا يستاهل يعني الحقيقة أنه يعتذر الواحد ليه على الهوى يعني. السؤال اللي كان بيتكلم عليه الأستاذ فاضل ده، احنا ماشيين في الاتجاه ده دلوقتي. هي طبعا المشكلة مشكلة النصوص بس مكتوبة يعني عشان تعملي هذا التوازن. الحياة انما الحياة اليومية والدراما الحياتية كلها فيها الشاب وفيها متوسط العمر والكهل وكل كل الأعمار، كل طبعاً الأعمار موجودة. والدراما بتعكس الحياة. هو قال السينما الشبابية يعني بيتكلم على كلمة السينما الشبابية. لا هو معترض يعني على لا هو ما فيش حاجة اسمها سينما شبابية والسينما كبار حقيقة، لأنه السينما بتبقى شاملة الكل. طبعا والأستاذ فاضل كان بيقول ليه في الحياة الأستاذ فاضل كان بيقول ليه ما يبقاش في توازن بين الاثنين يعني الاتنين طبعًا. وده حاصل دلوقتي ابتدى يعني تعتقد. طبعا بالتأكيد في أفلام كتيرة دلوقتي وفي نجوم كبار في السن بيشتغلوا. عادل إمام مثلاً عنده أفلام دلوقتي بيبقى فيها شباب وفيها كبار، وفي أفلام الشباب بيخش فيها كبار. أنا عامل من ضمن الحاجات، أنا عامل 5 أفلام يمكن من الأفلام اللي فيها مجموعات كبيرة جداً من الشباب، وكانت تجربة جميلة جداً. وكلهم ملاك اسكندرية. طبعاً ملاك اسكندرية هاي. الحقيقة كان في مجموعة كبيرة جداً، كان أحمد عز أحمد عز وغادة عادل
نور وريهام عبد الغفور وخالد صالح ومحمد رجب، الكل الحقيقه بلا استثناء كان في منتهى الجديه في العمل ومنتهى الالتزام، وسعدت بيهم سعاده غامره يعني. فتح عينيك مع مصطفى شعبان ونيلي كريم، وش اجرام مع نجم الجميل صديقي واخويا محمد هنيدي، الشياطين مع شريف منير، الكل. وبرضو مش كلام دبلوماسي لان لو في حاجه مش صح هقول. الكل بلا استثناء كان قمه في الالتزام، قمه في الاحترام، بيحبوا شغلهم جدا، عايزين يبصموا يعملوا بصمه كويسه. وده شيء جميل خالص يعني. السينما متجهه دلوقتي انه يبقى في هذا التوازن موجود. في نجوم كثيره من نجوم السينما الكبار ابتدوا يشتغلوا في افلام كثيره دلوقتي، وادوار جميله جدا. يعني اذا نقدر نقول الموضوع خاص بالكتابه. بالظبط، ان الكتابه تتناول الاعمار كلها وخلاص. بالظبط، مش الانتاج. يعني كان الاول يقولوا لازم عشان يبقى نجم شباك يبقى صغير، لازم يبقى في بنت صغيره حلوه، لازم يبقى. انما اصبح الموضوع مختلف دلوقتي، ان في افلام اجنبيه عالميه لسه شايفينها قريب، لبطله كبيره في السن وكانت بطله استعراضيه وغناء، وفي افلام كتيره جدا كده. بالظبط، حسب الكتابه يعني. بالظبط، الكتابه هي اللي بتحددك. عشان فيلم بيكتب كعمل درامي ملوش علاقه باسامي. يعني ممكن فيلم يبقى فيه اربع خمس نجوم ست نجوم، ما المانع يعني؟ مفيش مانع خالص، بالعكس ده يسري العمل الفني ويؤدي الى حتى داخل العمل، حتى لو كانت السن متقارب في البعض يعني هيؤدي الى تنافس. اكيد التنافس ده بيؤدي في النهايه الى الارتفاع بالعمل. اكيد اكيد. وده احنا لاحظناه في الافلام القديمه يعني، رد قلبي كان في شكري سرحان، مريم فخر الدين، هند رستم، احمد مظهر، يعني ناس كتير جدا. وفي مرحله تانية كان في الاخوه الاعداء، وكان في حاجات كتيره جدا الحقيقه يعني، العار وغيره 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 يعني.